ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا الرمش. قطط تحت الدلف. باعتقادي أن القط الشوارع السوري هو من أكثر أبناء جلدته رفاهية في العالم، فهو والحمد لله مو ناقصه شيء، بينام تحت السيارات وفي مداخل البنايات، عداك عن اللي بيكون شيء ابن خالي إله ساكن مع ناس ممكن يطلع عليه زيارات أو حتى ينام عنده. أما عن الأكل فلا تحدث، مرمي في الشوارع وعلى ملء الأبصار، شي بأكياس سوداء وشي بأكياس ملونة وشي بلا أكياس، بقايا فروج بشقيه المشوي والبروستد، وفي بعض الحارات يمكنك يا معلم أن تتذوق الفروج المسحب أيضا، كما يمكنك عزيزي القط الشوارعي أن تتذوق بعض بقايا السندويشات الحديثة وأن تتعرف على الجديد الجديد من النكهات. لكن الحلو ما بيكملش، فلقد نزلت كارثة علينا مع موجة البرد يومها، وصار في زحمة في عالم القطط العقاري وخاصة في مداخل البنايات، لأن القطط اللي ساكنين تحت السيارات صار يموتوا من البرد. صدقني من يومين كنا طالعين قزدورة باتجاه الطلياني وعينك ما تشوف غير كل 100 متر قط من سكان ما تحت السيارات ميت من البرد ومرمي بجنب سيارته. حتى القطط اللي أمورهم ماشي وما بيناموا غير تحت المرسيدس أو البي ام ماتوا من البرد وحبكت يا معلم على مداخل البنايات، وعلقت بين السكان الأصليين من قطط البنايات والوافدين من قطط السيارات، واشتغلت هالخرمشة والعضوضة وجرت معارك دامية في سبيل الحصول على إقامة مؤقتة في المداخل بعد أن بات النوم تحت السيارة خطرا. صار القط ينام وما يفيق، لذلك كانت الهجرة من تحت السيارات إلى مداخل البنايات قرارا لا بد منه، رغم ما فيه من خرق فاضح لجميع معاهدات السلام المعروفة بين القبيلتين السنوريتين الأشهر في البلاد. وطلع الصريخ وصرخت منقوزا كما صرخ كل إنسان متنعم بالدفء أو متدثر ببطانية عسكرية في تلك الأنحاء. شو اللي عم بيصير؟ معقولة التلج بشباط؟ وطلع موش باط، طلع كانون ديسمبر يا عين، والبرد صار يقص المسمار والتلج ما ترك شجر وما خلى بشر روح الله يخلينا إياك، كله من كاس التلج شرب. حتى القط الهفتان قط الشوارع اللي عاش معنا الحلوة والمرة لم يتأفف، لم ينق، لم يطالب حتى بالسترة، سترته منه فيه والصوف اللي لابسه بكفيه. بس بصراحة بهالبرد صارت القطط بدها جواكيت وصبابيط ولحشات، وصار بدها أدوية ضد الزكام، ومع ذلك لم تطالب بكل ذلك. يا إنسان يا جاري، أنت بحالك وأنا بحالي، كل شي فيك يعجبنا، وخاصة عندما ترمي بأكياس زبالتك في الشارع أو في الحاويات المكشوفة. إن تصرفاتك هذه ترضينا، فشوارعنا كريمة، خير من شوارع باريس البخيلة التي لا تجد فيها شيئا، حيث الزبالة في أكياس محكمة الإغلاق داخل صناديق مقفولة بعدة أقفال وكأنما فيها مال قارون. وصرخ الهارون مياو، بس عن جد نحن مو بشباط، والزلمة صرخ، قصدي القط صرخ من البرد، وربما كانت صرخته الأخيرة. حاول أن يبث في مواته الحياة، وقلت في نفسي لأنه لساني أكل القط أنه ليش ما بنعمل لقطط دمشق بيوت في الشوارع ومداخل البنايات، بيوت صغيرة مفتوحة لأي قط متسكع في الأنحاء، حتى لو جاك شي قط واستعصى فيه نو بروبلم، حتى لو طلب فروغ مادي مقابل الإخلاء، بيوت صغيرة في الحدائق في الشوارع وفي الحارات. عن جد شفت أكثر من قط ميت من البرد تحت معادن السيارات. هكذا حدثنا الدمشق. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.